لنتعرف عن أجواء المنتخب وظروفه. عيسى مساء الخير. مساء الخير عبد الغني العايد، تحية لك للاستاذ الكريم ديرة للتفصيل وكل المستمعين. طيب وضعنا في الصورة في دقيقتين أو ثلاث حول وضعية المنتخب، طبعا استمعنا قبل قليل إلى انطباعات اللاعبين وأيضا المدرب الوطني بعد الوصول. الآن اليوم المنتخب الآن موجود في الفندق من دون شك. نعم، بعد الوصول في منتصف النهار بالضبط عبر رحلة خاصة توجه نحو فندق الشيراتون الذي يقيم به، وبعد قليل بعد أقل من ساعة من الآن سيجري حصة تدريبية خفيفة ستكون بمركز فريق أو نادي الرجاء البيضاوي المغربي. هذا ما في برنامج اليوم. طبعا المنتخب الذي يترأسه رئيس الاتحاد السيد محمد الروا وكان معه السيد محمود حرباد، ما سجلناه كذلك بالنسبة للاعبين هو يعني أن اللاعبين مبسوطين وكلهم تركيز كلهم عزيمة ويدركون جيدا صعوبة المهمة وأهمية اللقاء أمام المنتخب الليبي. إذا هذا هو السائد. فيه جماهير كذلك بدأت تتوافد على مدينة الدار البيضاء لمؤازرة المنتخب الوطني الذي هو الآن في حالة استراحة قبل الالتحاق بمركز الرجاء البيضاوي لإجراء الحصة التدريبية. مناخيا كيف هي الأجواء بمدينة الدار البيضاء؟ نفس المناخ مثل الجزائر عبد الغني العيب. اليوم وكان قال بأن هناك بين 19 إلى 23 درجة، فيه نوعا ما إلى 25 درجة المسجلة مع بعض الرطوبة بعض الشيء. تعرف أن مدينة الدار البيضاء طبعا نعم. نفس تقريبا المناخ مثل الجزائر. إذن في حصة تدريبية ما قبل الأخيرة ستكون مغلقة من دون شك. لم نعلن على هذا على كل، نحن سنتنقل إن شمح لنا، وربما الحصة التدريبية التي تكون غدا وهي الرئيسية التي تكون في توقيت المقبل الساعة 6 في ملعب محمد الخامس التي تكون مغلقة. فطبعا سنتنقل وسنرى إن كان سيسمح للصحفيين وحتى لمن يريد متابعة الحصة التدريبية بالنسبة للمنتخب الوطني. أما بالنسبة للمنتخب الليبي المتواجد منذ أسبوع هنا بالدار البيضاء وأجرى اللقاء مع طبعا المنتخب الليبي، هو سيجري حصة تدريبية هذا المساء بملعب محمد الخامس في توقيت المقابلة. ما أسجله كذلك أنه بالنسبة للمعلومات وكل الجزائريين يقولون بأن المنتخب الليبي يمر بظروف وبمرحلة جيدة تحسن مستواه، وما سجلناه تعرف أنه السيد توفيق القريشي عين لمتابعة المنتخب الليبي كان في تونس تابعه في لقائه مع السودان واللقاء الثاني كذلك نعم. وحتى هنا بالمغرب في اللقاء الذي أجرى، وما سجلناه المعلومات التي استقيناها هي تؤكد بأن هذا المنتخب ليس سهل المنال والصعب، والمنتخب الوطني أن يحضر جيدا ويأخذ المقابلة باهتمام كبير إذا أراد العودة بنتيجة إيجابية. نعم، باختصار فقط عيسى بالنسبة للجماهير من دون شك هناك من أسعفه الحظ للتنقل، وهناك من يتساءل هل سيكون جماهير الدار البيضاء ستكون مع الخضر أم مع الخضر أيضا، لأن منتخب ليبيا أيضا هي لبس لباس أخضر. والله تعرف انه انا كانت هناك يعني منظمه بالنسبه للتنقل للدار البيضاء للجماهير الجزائريه، هناك من التحق والاغلبيه منهم منتظره غدا وبعد غد. بالنسبه للمغرب هذا السؤال حتى طرحناه عليهم على اكثر من واحد على كل، حتى بالنسبه للسائق السياره الذي نقل من المطار الى مدينه الدار البيضاء طرحت عليه السؤال، قال نحن مع ليبيا ومع الجزائر طالما ان البلدين من جواب دبلوماسي المغرب نعم. العربي. هناك من هو مع المنتخب الجزائري وهناك من هو مع المنتخب الليبي، ومثلما قال أيلوزيتش أتمنى أن تكون جماهير البيضاوية معي وهو الذي مر من هنا عبد الغني. فقط في الأخير بالنسبة للتذاكر هل طرحت للبيع؟ هل لديكم معلومات حول الموضوع؟ ما زال عبد الغني طرحنا السؤال هذا على بعض الأنصار الذين التحقوا بالدار البيضاء، ومن قد تكون تبدأ بداية من الغد ربما أصلاً. شكرا عيسى مدني موفد الإذاعة إلى الدار البيضاء، نلتقي في المواعيد القادمة، ونذكر دائما أن المباراة ستكون منقولة مباشرة يوم الأحد على أمواج القناة الأولى بداية من الساعة 6 مسبوقة ببلاتو طبعا حول المقابلة. شكرا عيسى وإلى اللقاء.